صرت الماكينه اللي قاعد تحم ايه ايش كنت السلام عليكم متابعين قناة أحمد بزاف، مرحبا بكم في فيديو جديد. أنا اليوم عزوي. صحتك. المهم أخوتي مرحبا بيا في قناة أحمد بزاف، مرحبا بالناس كاملين اللي جاوا من قناة عزوي في أمريكا. نقول لكم شكرا حتى تدعموا هذا السيد هذا بلايك وسبسكرايب. التحدي ديال اليوم من اقتراحك السي أحمد ديالي. كاسكروتات. عندنا دابا ثلاثة الكاسكروتات. الواحد. الواحد. زائد فريد. حسن جدا. زائد منوضة. أهلا منوضة. نبداو. بداو. ولكن اللي خسر كتبوا لي العقاب في كومونتير ان شاء الله. صافي يلا 3 جوج جو زين بسم الله. امريض هذا ما غير بحني. ها انتم كاين طون كاين الكسته كاين البقري. ها جديد. وحنا في ليه عاوتاني الجاني يلا ضربت باطا ديال السردين. المهم انا كنتمنى حيت صراحه ما يمكنش ينتصر عليه يفوز بالتحدي. وكنتمنى ينتصر عليه ما تعرف كلشي ممكن. شنطن الله وحده فيا بلاتي نجيب الماء. قول قول ما تسناش. A few moments later. دلايا اش هو كدير تما؟ اش هو كدير القصه احمد بزاف؟ ها هو الكاس اللي وحدات لك حتى انت ولا غابه السلوى اللي كطيح لي. ضربتي النص. راك غادي نخسر لنا بزاف. الهدف ديالي هو ننتصر عليك اليوم. هذا مستحيل. A few moments later. حيت هذا هو الهدف ديالي. شوف هاد العملية كتسهل علينا المحمورية. رجاء لا تجربوا هذا في المنزل. أحمد عاود لنا قص الحياة. لا بلا هانية خويا العزاوي كنركز على الشندويش. انا الهدف ديالنا ننتصر ولكن على الشندويش. كاسكروت كاسكروت الباسكروت. طيب ضربتي النص وصحتك. عرفتي يا حمدة حيت الضغط حتى وليت ما عرفت. وليت كتحس براسك في الكوميسارية. ما خليش لكم منهم قبيله. ضربت الباطا ديال السردين مع البصله مطيشه ولا شتي الاكله العجيبه ديالنا هنا عزاز عليا داك البلان. وابتسام معروضه اصلا للغدا حتى دير ليها باط السردين. وعاد جا هو اللي نديرو التحدي انا تكوفل ديال بصح. كاين ولا ما كايناش؟ كاينه وي باش ما تقولش كنكذب عليك. خسرات الماكينه اللي قاعد تحم. داكشي اش كتبغي؟ ولكن صراحة اليوم وهاد شوية راه إلا كملت هاد شوية تما ربحتك. شوف تماما. ها لا شتي ما الفريش باقي عندك بزاف. المرادة غادي نكملها. المرادة حتى أنا ساليتها باقي الفريد. صافي تستسلم. كان عندي احساس باش ننتصر عليك ولكن مع الاسف هذا ما كان اخوتي. انا طب راسي ربحت. انا دمرت عليه دابا حيت هو ضغط عليه. انا ما شفت جيت صراحه. العامل نفسه راه كيلعب دور داكشي اللي كاين.
كتبوا لي عقاب في الكومنتير. تبارك الله عليك صراحة شرف هي كبير ندير تحدي مع العزاوي. أنا وهي الله يهديك. شو ما سهل. ديروا ابوني واللايك ودعمونا وما تنسوا خونا خويا العزاوي دخلوا القناة ديالو اشتركوا فيها راه كيدير واحد المحتوى زوين بزاف بزاف وتبارك الله الطريق ديالو ان شاء الله لمليون ان شاء الله نتمنى لك التوفيق وتان ان شاء الله غتوصل مليون مشترك واي واحد عنده شي قناه في يوتيوب الله يوفقه ان شاء الله حتى يوصل ديك المليون مشترك ولا اكثر كاع حيت المغاربه الحمد لله ولاو كيدعموا المحتوى الزوين حمد اللي خلاني قبلت مع التحدي هو ان المحتوى ديالو عجبني داكشي بسيط على حسب الامكانيات اللي عنده كيحاول يدير شي حاجه زوينه يلا تهلا في راسكم مره اخرى والشرف ليا كبير حيت انا فرحان بزاف مع التحدي مع العزاوي فرحان بزاف وهذا الشيء هو الاحساس ديالي ودابا كينتصر انتصر عليا فاز عليا وتبارك الله عليه شفت ليكم مسكين بسيط بسيط بزاف واللي في قلبه في لسانه وهذاك الشيء اللي كاين مره رابعه تهلا في راسكم ما تنساوش لايك سبسكرايب قناه حمد بزافان والسلام شكرا لك كان لنا الشرف اننا ندخل معك في القناه مره اخرى تهلا الله يحفظك ميرسي الله يكمل المناطق قال لك ميرسي ما كديتيش تكون سيدي والله ما كديتش اخويا والله الا بزاف اش كملت هذا عاود زعما هذا كنت ربما ننتصر ولكن مع الاسف مع الاسف